السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة أسرع الوصفات. سأقدم لكم اليوم وصفة صدقوني رائعة وعجيبة جدا في ترطيب وتنعيم الشعر للبنات الصغار وأيضا للكبار وحتى للرجال والأطفال الذكور. مكونات هذه الوصفة موجودة في المطبخ، مكونات عجيبة وغريبة ولكن المفعول والنتيجة تحفة جدا، يعني نتيجة واو. بالنسبة للأخوات أو البنات اللواتي عندهن شعر جاف جدا ومتقصف جدا وتعبان، والأخوات اللواتي عندهن شعر متضرر من الصبغة، ضروري جدا عمل حمام زيتي بعد هذه الوصفة، يساعد كثيرا في إعادة الحياة للشعر وفي تغذية الشعر، وأيضا هذه الوصفة تعمل على إطالة الشعر في وقت سريع جدا. سأتكلم أولا عن الحمام الزيتي الذي يأتي بعد هذه الوصفة. هذه الوصفة قلت عبارة عن كيراتين، صدقوني رائع جدا. بالنسبة للحمام الزيتي، بعد استعمال هذه الوصفة وغسل الشعر جيدا، يعني نترك الشعر يجف، لا يجف تماما، يعني يبقى مبلول قليلا، ثم نأخذ كمية من زيت جوز الهند الأصلي أو النوعية الجيدة من زيت جوز الهند، تقريبا ملعقتين كبيرتين، نقوم بتسخينها على حمام مائي قليلا، يعني ليس على النار مباشرة، ثم نقوم بتوزيعها من على فروة رأس أولا، ونقوم بعمل حركات برؤوس الأصابع ونوزعها على كامل الشعر، وبعدها نأخذ فوطة مبلولة بماء دافئ ونلفها على الشعر، وبعدها سيتشرب الشعر هذا الزيت ونتركه، يعني لا نغسله. الحمام الزيتي يأتي بعد غسل الشعر، يعني بعد استعمال الحمام الزيتي ليس بالضرورة غسل الشعر، خاصة الشعر الجاف، لأنه سوف يمتص ذلك الزيت ونلاحظ أنه ناعم وحريري ويلمع. ثم أتكلم سوف أتكلم عن الوصفة أو الكيراتين الطبيعي الذي استعملته. قبل ما أبدأ في عمل الكيراتين، أتمنى منكم أحبائي دعمي بلايك للفيديو، يعني لن تخسروا أي شيء لو وضعتم لايك للفيديو وشير حتى يستفيد أكبر عدد من الناس. أيضا الذين أول مرة يزوروا قناتي، أتمنى منكم أنكم تشتركوا فيها وتضغطوا على الزر الأحمر وتفعلوا الجرس، وسأحاول إفادتكم بأنجح وأسرع الوصفات، وأكيد أنتظر آرائكم وتعليقاتكم الجميلة. نبدأ في الوصفة بسم الله. نحتاج أول شيء إلى مكون وهو المايونيز. صدقوني المايونيز من أروع الأشياء التي جربتها على الشعر. نحتاج تقريبا مقدار 4 ملاعق كبيرة من المايونيز التي تستعمل للأكل. بالنسبة للكمية، على حسب طول وكثافة الشعر مضاعف في الكمية. تقريبا قلت 4 ملاعق من المايونيز. بالنسبة للزيوت، لا أحتاج إلى إضافة أي زيوت، لأنه المايونيز تحتاج على كمية لا بأس بها من الزيوت. نضيف إليها مكون آخر وهو خميرة الخبز، الحبيبات بهذا الشكل، تقريبا ملعقتين كبيرتين من خميرة الخبز، ونخلط المكونين مع بعض حتى تذوب الخميرة جيدا مع المايونيز، ثم نضيف مكون آخر أيضا هو من أروع المكونات لتغذية الشعر، وهو جل الصبار. نضيف تقريبا ملعقتين كبيرتين من جل الصبار، ونخلط المكونات كلها مع بعض حتى تذوب الخميرة بالكامل. حاول التحريك جيدا، نستمر في الخلط لعدة دقائق، نحاول إذابة جميع المكونات.
لاحظوا أن هناك بعض الحبيبات. بالنسبة للناس الذين عندهم أيضا شعر جاف، ممكن أني أضيف قطرات من زيت الزيتون أو ملعقتين من زيت الزيتون. قلت المايونيز غنية كثيرا بالزيوت، خاصة المايونيز إذا كانت مصنوعة من زيت الزيتون. إذا أردتم يعني أن يكون مفعولها أقوى هذه الوصفة، هذا اختياري، نضيف زيت الزيتون. بالنسبة للأخوات اللواتي شعرهن مصبوغ باللون الأشقر الفاتح، لا أنصح بإضافة زيت الزيتون للوصفة لأنه سيغير من لون الشعر. نخلط جيدا، نستمر في الخلط. لاحظوا أن الحبيبات ما زالت موجودة. نترك يعني الخليط تقريبا 10 دقائق حتى تتحلل هذه حبيبات الخميرة، وبعدها نقوم بخلطه مرة أخرى. بالنسبة لخميرة الخبز، صدقوني جربت وصفات من قبل رائعة جدا. أنا شخصيا جربتها على الوجه وجربتها على الشعر، لا يعني منذ كنت يعني في سن 18 وأنا أستعمل الخميرة للوجه. هناك بعض الإشاعات التي تقول أن الخميرة تقوم بعمل دود في البشرة وفي الشعر وفي، بالعكس هذه إشاعات خاطئة وكاذبة 100%. صدقوني أنا لا أقدم لكم أي شيء فيه ضرر لكم أو لأطفالكم، لأن هذه الخلطة قلت تصلح حتى للبنات الصغار. جربت الخميرة شخصيا، بالعكس فوائدها عظيمة جدا، تعطي خاصة للبشرة وللشعر. يعني حتى أخواتي يستعملن الوصفات الخاصة بالخميرة لوجههن، النتيجة كانت فعلا رائعة. قلت بعد خلط المكونات جيدا، ممكن حتى أننا نضيف ملعقتين من الزيت، هذا اختياري حتى يتضاعف قليلا حجم هذه الوصفة. زيت الزيتون أيضا من أروع الزيوت الطبيعية المفيدة للشعر. بالنسبة لهذه الوصفة نستعملها على الشعر، ليس بالضرورة أنه يكون نظيف تماما، لأنه لو غسلنا الشعر واستعملنا هذه الوصفة وبعدها غسلنا الشعر مرة أخرى سوف يتضرر الشعر من كثرة الغسل. يعني لا أنصح بغسل الشعر كثيرا، ممكن مرتين في الأسبوع تكفي، لأنه سوف يفقد الزيوت الخاصة به. طريقة استعمال هذه الوصفة بسيطة جدا، نقوم بتوزيع هذا الخليط من الجذور حتى الأطراف على كامل الشعر خصلة بخصلة. يعني نقسم الشعر إلى خصلات ونبدأ من الأسفل حتى ننهي كامل الشعر. نحاول أننا نقوم بتسريح الشعر إلى الأسفل. ممكن إذا توفر عندنا مشط تكون أسنانه متفرقة، نقوم بتمشيط الشعر بعد استعمال هذه الوصفة، يعني تمشيط خفيف جدا. ثم نلف الشعر على كامل الرأس بهذه الطريقة، نلفه ونغطيه بغطاء بلاستيكي ونتركه على الأقل ساعة، وبعدها نقوم بغسله جيدا بالشامبو والماء الدافئ أكيد. وبعد هذه الخلطة نقوم باستعمال الحمام الزيتي، خاصة قلت للناس الذين عندهم تضرر في الشعر من الصبغات، وأيضا الناس الذين يعانون من جفاف الشعر. يعني بالنسبة للشعر الدهني لا أنصح باستعمال هذا الحمام الزيتي لأنه ستزيد نسبة الدهون في الشعر. نكرر هذه الوصفة إذا كان الشعر متضرر كثيرا مرتين في الأسبوع، وإذا كان غير متضرر يعني كثيرا نستعمله مرة واحدة في الأسبوع. ستلاحظون أنه النتيجة رائعة جدا تقريبا من أول استعمال، ولكن ضروري جدا أننا نكررها مرتين إلى 3 مرات حتى نحصل على النتيجة المطلوبة 100% إن شاء الله. هذه هي الوصفة، صدقوني رائعة جدا. أتمنى أني أكون قد أفدتكم ولو بالقليل. لا تنسوا لايك وشير للفيديو، أيضا لا تنسوا الاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.